بمناسبة حفل افتتاح الدورة العاشرة للملتقى العالمي لجنون منتزهات اليونسكو المنعقد تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ينظم المغرب بصفته أول دولة إفريقية وعربية تستضيف هذا الحدث البارز، تأكيدا على التزام المملكة بالحفاظ على التراث الجيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي الجهود المتميزة التي تبذلها منظمة اليونسكو من أجل تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة من خلال عدة برامج واعدة، وأذكر من بينها تنمية المنتزهات الجيولوجية المنضوية تحت لواء الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية اليونسكو. كما يسرني أن أجدد الترحيب بضيوفنا الأجانب الكرام في بلدهم الثاني المملكة المغربية، وأشكرهم على تحمل عناء السفر للمشاركة في أشغال هذا الملتقى، متمنيا لهم مقاما طيبا. حضرات السيدات والسادة، تعد المنتزهات الجيولوجية ثروة طبيعية وثقافية تلعب دورا أساسيا للتنمية المستدامة بالمناطق التي تحتضن هذه المنتزهات، ومجالا جغرافيا غنيا بمواقعه الأثرية ومناظره الخلابة ذات أهمية الجيولوجية العالمية، مشمولا بالمفاهيم التي تراعي الحماية والتعليم والتنمية المستدامة. فالمملكة المغربية ومنذ إطلاق هذه المنظومة سنة 2000 وتأسيس الشبكة العالمية سنة 2004 حرصت على مواكبة هذا المشروع وطنيا بتأسيس جمعية جيو بارك مكون سنة 2005 بجهة بني ملال خليفرة، لتنطلق بذلك سلسلة من التحضيرات العلمية والتقنية التي توجت بتقديم ترشيح جيو بارك مكون للحصول على اعتراف منظمة اليونسكو سنة 2009. وهو ما تم بالفعل بعد زيارة خبراء اليونسكو لمختلف مناطق جيو بارك مكون، ليتم ضم هذا المنتزه إلى الشبكة العالمية لجيو منتزهات اليونسكو سنة 2014. فمنتزه جيو بارك مكون يمتد على مساحة 5730 كيلومتر مربع، تضم 15 جماعة بإقليم آزلال وبني ملال. يبقى من أهداف هذا المنتزه حماية التراث الجيولوجي والطبيعي والثقافي واستثماره في الميادين السياحية من خلال مقاربة تشاركية تتوخى إشراك الساكنة المحلية في الحفاظ عليه وتنميته وتثمينه. وقد قدمت جهة بني ملال خنيفرة سنة 2020 ترشيحها لتنظيم الملتقى العالمي العاشر لجنون منتزهات اليونسكو 2023، حيث في سنة 2021 تم اختيار المغرب من طرف مجلس الشبكة الدولية لجيو بارك لتنظيم هذه الدورة. ومما لا شك فيه أن هذا الملتقى العالمي الكبير جاء لكريس لا محالة رجالة بلادنا في النهوض بالتراث اللامادي للمنتزهات الجيولوجية وللمناطق الجبلية بكافة مكوناتها الطبيعية والثقافية والتاريخية. حضرات السيدات والسادة، إن تنمية المجالات الجبلية والقروية تتطلب بالضرورة تعبئة مختلف الشركاء المؤسساتيين والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية وجمعية المجتمع المدني، وذلك بهدف استدامة الجهود والحرص على تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية. لذلك فالتدبير المندمج لمجال الترابي لجيو بارك مكون وتحقيق أهدافه كمشروع للتنمية المحلية وتقوية حضوره على المستويات القارية والعالمية تم من خلال تعزيز البنية التحتية وفتح المسالك الجبلية وحماية وتسهيل الولوج إلى المواقع الجيوسياحية، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلق
شبكة من التعاونيات الإنتاجية مهتمة بالمنتوجات المجالية والنباتات الطبية والحذرية والصناعة التقليدية وكذا تطوير الرياضات الجبلية والمائية وتنمية وإنعاش السياحة الجبلية والمستدامة وتعزيز التربية على البيئة وغيرها. فأهمية منظومة التدبير المندمج للمنتزه والتي جعلت من المملكة المغربية بلداً رائداً عربياً وإفريقياً تتعزز اليوم بإحداث اللجنة الوطنية لجيوبارك والتي عهد لها بمواكبة مشاريع المنتزهات الجديدة بالمغرب. حضرات سيدة والسادة، إن تشريفكم للمملكة المغربية وحرصكم على الحضور للمشاركة في الملتقى العالمي العاشر لجيومنتزهات اليونسكو هو تأكيد على إشعاع بلادنا وتكريس المكانة التي أصبح يتبوأها منتزه نقول بفضل مشاركته المتنوعة في مختلف اللقاءات القارية والدولية وسعيه إلى تقاسم تجربته الرائدة مع مختلف الأشقاء، وهو ما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده الرامية إلى تطوير علاقات التعاون في كافة مجالات التنمية وتقاسم التجارب المملكة المغربية مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق التنمية المنشودة لشعوب هذه القارة. ويمكن في هذا الإطار اعتماد منظومة اليونسكو لجيوبارك محوراً أساسياً للتنمية السياحية المستدامة واستقطاب السياحة الدولية لتنمية المجتمعات المحلية بعموم إفريقيا والحفاظ على مواردها الطبيعية لفائدة الأجيال القادمة. سيدات والسادة الأفاضل، أيها الحضور الكريم، تتميز المملكة المغربية بتنوعها البيولوجي والإيكولوجي وغناها الثقافي وشساعة مجالاتها الغابوية ورصيدها الهيدروجيولوجي وتنوع طبقاتها الجيولوجية وما تكتنزه من ثروات معدنية وأثار للديناصورات الأطلسية العملاقة، وهو ما سيتم اكتشافه من خلال المعرض الدولي للمنتزه الجيولوجي والذي حرصنا على تضمينه رواقا خاصا بالجهات 12 للمملكة والتي ستتعرفون من خلالها على غنى وتنوع الموروث الثقافي المادي واللامادي لبلادنا، وعلى قيامها المبنية على التسامح والانفتاح وانصهار روافدها الحضارية المتعددة والمتنوعة. بناء على التوجيهات الملكية السديدة والنيرة تولي حكومة المملكة المغربية اهتماما كبيرا للاعتناء بالموروث الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به بلادنا، وذلك عبر عدد مهم من البرامج القطاعية والمندمجة ولا سيما تلك التي لها أثر ملموس على الساكنة المحلية والتوازن الطبيعي. وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على تطوير وتنمية الحدائق الجيولوجية والمحيط الحيوي ببلادنا باعتبارها من بين الرافعات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة. ولا تفوتني هذه المناسبة المميزة دون الإشادة بالمبادرات الرامية إلى تعزيز أدوار المنتزهات الجيولوجية والالتقاء بها باعتبارها فضاءات للتعلم ورفع مستوى الوعي بالتنوع الجغرافي والتنوع الجيولوجي والبيئي والتقليدي. ومن الضروري أيضا في هذا السياق التأكيد على الأهمية الكبرى للتعاون بين مختلف الفاعلين في الميادين التربوية والتعليمية والعلمية والثقافية والرياضية لتعزيز الروابط بين الحدائق الجيولوجية والمجتمعات المحلية. في الختام أود أن أشكر جزيل الشكر جميع الشركاء من وزارات ومؤسسات عمومية ومقاولات القطاع الخاص والمجتمع المدني
على مساهمتها ودعمهم المادي والمعنوي لتنظيم هذا المنطلق العالمي الذي يشكل فرصة مواتية لتبادل الخبرات والتجارب العلمية. وأتمنى لأشغال هذا المنطلق العالمي كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.